السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد بناء على طلبكم. اليوم بدنا نشتغل جهاز مع تشغيل شبكة. جهزنا الخط عشان بس نخلص نشبك الخط بالجهاز ونعمل سوفت وير. بدي أتمنى إنه الجميع يشترك بالقناة، لأنه يا جماعة 90% من المشاهدين الدائمين للقناة غير مشتركين بالقناة. فأتمنى منكم أنه تشتركوا بالقناة، تدعموني أنزل فيديوهات أكثر ونضل على تواصل دائما، لأنه أنتم عارفين الأدوات اللي بنستخدمها ممكن في أي لحظة توقف وينزل أداة جديدة. عشان نضل دائما متابعين معكم ونضل ننزل كل شيء جديد وشو إشي بنقدر عليه. فلا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول شيء يا جماعه، الاداه راح اشتغل عليها اليوم. طبعا زي ما انتم شايفين الجهاز مسكر اي كلاود، وزي ما انتم شايفين مسكر اي كلاود وعليه حساب اي كلاود. الاداه اللي راح اشتغل عليها اسمها اي تي انلوك. هاي الاداه راح تحل لك مشكله التعريفات، انه بيعطيك فيلد، انه ما بيدعم، انه كل المشاكل اللي عندك. زي ما انتم شايفين هون في الصورة واضحة، الأداة بتدعم من 10 لغاية 17 اي او اس، من 10 لغاية 17 اي او اس. وخطواتها سهلة جدا، سهلة جدا. هاي الأداة يا جماعة انتم طلبتوا مني انه بدكم أداة، يعني كثير ناس تواصلوا معي على الماسنجر حتى لو مدفوعة اشرح لنا عنها، واللي بده مجاني بيشتغل واللي بده مدفوع بيشتغل. صاحب الأداة نفسه يعني لما تواصلت معهم بحكي لك إنه بدون شبكة، بس حاول. فأنا لما اشتغلت على الأداة، الأداة جابت شبكة، تمام. وراح أشرح لكم إياها، خطواتها سهلة. البرنامج لحاله بيعمل إصلاح للدرايفر، بيعرف التعريفات، بيعمل لك كل شيء بدك إياه. أنت بس عليك تنزل الأداة. راح أترك لك رابطها بالوصف، ما بدي أطول أكثر من هيك. خلينا ندخل في الموضوع مباشرة. هذا الجهاز زي ما انتم شايفين مسكر اي كلاود، وورجيتكم اياها على الشاشة، تمام. اول خطوة بدي اعملها بعد ما تفتح الاداة، راح اشرح لكم كم تدفع وشو بتكلف واشياء رمزية يا جماعة، واصحاب المحلات بيقدروا يستفيدوا من هذا الموضوع. نضغط، هلا بشرح لكم اياها بعد ما نفتح الجهاز. نضغط على جنرال هلو فايلز. هون بيحكي لك انه بدك تدخل الجهاز بوضع الريكفري، وهون عمل النسخة تبعت الهالو فايلز. نعطيه يس. شوفوا الخطوات ما اسهلها يا جماعة، يعني الجهاز مسكر، شوفوا عملية الفتح كم بدها تاخذ وقت. الجهاز طفى ودخل بوضع الريكفري. هون في عنا هذا الزر ديفيو مود، بضغط عليه فتح لي الشاشة، اعطاني صور لجهازي. شو لازم اعمل؟ لازم اضغط اند هولد هوم بتون اند فاليوم. هسه راح اضغط هون عشان ادخله على الديفيو مود. بعمل ستارت وبدخله على الديفيو مود زي ما حكينا، من الريكفري على الديفيو مود. ما دخل على الديفيو مود، نرجع بنعيدها مش مشكله. برجع بدخل الجهاز كمان مرة، بعمل له ريست من الريكفري، بشيل ايدي عن الباور. كل جهاز بيطلع لك تعليماته هون حسب الجهاز تبعك. هيك جهازي شبك. بعمل هون على الاكس وبشيل الجهاز وبرجع بشبك. هيك شبكنا الجهاز. هلا باجي بضغط على الزر هاد ضغطة واحدة وبنتظر. خطوات كثير سهلة يا جماعة، يعني هاي ثاني زر بضغطه بالأداة. طبعا أنا هون مختار 15 لأنه جهازي 15.9، أنت بتختار حسب الإصدار تبع جهازك. هون بيحكي لي إنه ارفع السلك وأرجع أشبك. بليز أنبلج أند ريبلج كيبل. بشيل الكيبل
وبرجع بشبك الكيبل 70% زي ما انتم شايفين، كمل 80 90 100% هيك خلص لي هنا، دخله بوضع الباور ديفيو مود. بضغط هنا مباشره هلو باي باس هلو سكرين، بضغط عليها هنا زي ما شايفين بيعطي سندنج، بيعطي الملفات. هي هون التعريفات زي ما شايفين، الجهاز بيطفي وبيشتغل لحاله لوحده، انا ما بعمل ولا اي شيء. هنا هون الشاشه تكون كبيره، اداء بتريحك من موضوع انه يعني زي الرام ديسك، زي الروم اف دبليو. عند الكل مشكله بالتعريفات، يعني اغلب الناس اللي اجهزتها مش جاهزه للسوفت وير عندهم مشاكل في التعريفات. هاي الاداه بتعرف لك كل شيء زي ما انتم شايفين، تشتغل لحالها. انا هيك خلصت يا جماعه، انا هسه بنتظر الجهاز ما يخلص. زي ما انتم شايفين، هاي شايفين على الشاشه الجهاز بيشتغل لوحده. يا ريت لا تنسى الاشتراك ولايك وتعليقك الحلو، اكتب لنا اياه. هون اعطاني مسج انه باي باس هلو سكسسفولي بليز ويت ديفايس ريبوت. الجهاز هيك خلص عمل التخطي وراح يعمل ريستارت ويرجع يشتغل، بحكي لك انتظر. انا هلا بنتظر، هلا بشرح لكم كيف تتواصلوا مع الاونر وكيف تقدروا. طبعا هاي الاداه بتدعم الجيل بريك مجانا بدون اشتراك، يعني مجرد ما نزلت الاداه تشتغل عليها جيل بريك مجانا، وراح يكون في فيديو للجيل بريك على على القناه بعد هذا الفيديو مباشر. الجيل بريك مجانا بدون دفع، بدون اي شيء، يعني بدون ما تشترك بالاداء او تدفع او تعمل اي شيء. راح انزل لكم فيديو بعد هذا الفيديو مباشره. هيك خلص وفتح التليفون. هسا انا لانه تليفوني شو راح اعمل يا جماعه؟ بدي اضغط باور زي ما شايفين على الشاشه، هي اعطاني هون انه اكتف يس، وهي اوف للاي كلاود. فتح التليفون. هلا انا جهازي هون ما عليه كبسه هوم زي ما انتم عارفين، فراح اعمل ايش؟ ريستارت. هلا تفرجوا على السيم، هون كاتب نو سيم، غير عن اول كان يضل يعطيك بحث شبكه. هلا راح اطفي الجهاز اغلاق كامل. شوفوا الخطوه هاي يا جماعه، بعدين ارجع افتح، ارجع اشغله. لسه انا البطاقة ما شغلتها، لسه ما حطيت البطاقة. انتبه على الجهاز. الجهاز يا جماعة بيفتح معك رسمي، يعني هون بتختار اللغة وبتبلش تمشي بالاعدادات. تختار اللغة، بتبلش تختار انت الاعدادات اللي بدك اياها، زي كانك فاتح التليفون عامل له سوفت وير زي ما انتم شايفين. يعطيني هون على ال... برجع بعيد. continue بعدين continue
بعدين البصمة هون بعملها later don't use. بس اخترت اللغة يا جماعة بس عشان ال هاي don't use للكلمة سر don't use. انتم ملاحظين انه الجهاز الايفون بيفتح don't transfer data and apps. اوكي اجري اوكي not now disable continue don't share continue continue وقت ستارت اب. زي ما انتم شايفين جهاز فتح معي بشكل كامل وباعدادات سيت اب يا جماعه، يعني اخذ معي اعدادات سيت اب كامله. انا بدي افعل بس هنا عشان ما عندي بصمه، فعلت بس البصمه. هلا اجى وقت الخط، الخط هون عندك نو سيم، باجي هنا نشبك الخط، نوسع الشاشة شوي، نعمل اي اعطاني اللوك تبع الخط. زي ما شفتوا قرأ الخط مباشرة يا جماعة، يعني اعطاني انه الخط عليه كلمة سر. بعمل اوكي لوك سيم، هاي نو سيرفيس، هاي جاب شبكة. افوت على الاعدادات، هون بشغل الرومينج، زي ما انتم شايفين اعطى 3G، اعطى لايت، اعطى 4G، ما بعرف هيك راح تبين ان شاء الله انها تبين على الكاميرا. هي اعطى الشبكة يا جماعة، هيك واضحة على ما اظن. ما بعرف هيك لو عملت يبين احسن، هيك بينت احسن. زي ما انتم شايفين يا جماعة هي اعطى الشبكة 4G هي لايت. هذا هو كان الفيديو لليوم يا جماعة، يا ريت لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. نسبة المشتركين بالقناة 10% من اللي بيشاهدوا القناة يا جماعة، فيا ريت تشتركوا بالقناة. وراح انزل فيديو للجيل بريك بعد هذا الفيديو مباشرة. نراكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.